سيدنا أكيد مدمرة من بعد النتيجة النهائية، مي هادشي ما كيمنعش بأن المنتخب كان في المستوى وقدم زعما فريمون ماتش زوين بزاف، مي الحاجة اللي كنقول بحال مقوسين علينا تلمو الكرة حتى كتبغي تدخل ما كتدخلش بليزيوغ فوا فريمون أنا غاطي با مال دو بوت، مينيموم واحد العشرة ديال البيوت كانوا داخلين، مي بون ما كتابش وصافي، فاللاعبين كانوا في المستوى الحمد لله. يا ريت ما كرهناش، كيف ما كتعرفوا البرتغال ماشيش منتخب لي سهل، ولكن حتى اللعبة ديالنا ما ساهلينش، وكنتمناو من الله يوفقهم في المباراة الجاية، وعلاش لا هذيك الساعة تكون فرحتنا كبيرة، فاحنا ثقتنا فيهم كبيرة بزاف، حيت كيف ما شفنا المباراة كانت فريمون زوينة بزاف ولعبوا مزيان، وحنا واثقين فيهم، وإن شاء الله كنتمناو المباراة الجاية ما نخيبوش.